وكانت قد وصلت في وقت سابق الى مملكه البحرين معالي الدكتوره نجلاء المنقوش وزيره الخارجيه والتعاون الدولي في دوله ليبيا الشقيقه والوفد المرافق في زياره الى مملكه البحرين، وكان في استقبال معاليها لدى وصولها سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه، وسعاده السفير توفيق احمد المنصور وكيل وزاره الخارجيه للشؤون القنصليه والاداريه، وعدد من المسؤولين في سفاره دوله ليبيا لدى مملكه البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في الوزاره.